حيث أقيم الحفل الختامي لمشروع التكاتف المدرسي، والذي تضمن تكريم المدارس المنتسبة للمشروع وكذلك تكريم الطلبة والطالبات الذين ساهموا في المشاريع التطوعية للعام الدراسي الحالي. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. من أجل جيل قيادي قادر على العطاء ومدرك للعمل التطوعي، أسس مشروع تكاثف المدرسي، والذي أقام حفله الختامي بتكريم المدارس والطلبة المنتسبين للمشروع والذين ساهموا في مشاريع وأعمال تطوعية للعام الدراسي الحالي. علينا استثمار طاقات الشباب وصقل مواهبهم وتحفيزهم على الجد والعطاء وتعزيز روح والعمل الجماعي والتعاون وفتح أبواب المستقبل أمامهم. هذه الكلمات تحتاج منا كلنا أن نقف عندها وأن نسعى جاهدين بأن نوحد الجهود عشان نعظم الاستفادة. اليوم ممكن نلاحظ أن إقبال الشاب الكويتي أو الطلاب الكويتيين على الأعمال التطوعية كان بالسابق قليل، الحين بدأ بازدياد، ولكن في كان ينقصهم اللي هو الوعي في شنو هو العمل التطوعي. عملنا في البداية استبيان، اتضح معانا أن العمل التطوعي عند الطلاب هو مقتصر على أن أعطي فقير فلوس. العمل التطوعي أن لازم يكون فيه فقير ويكون فيه فلوس. العمل التطوعي فيه علمناهم أن في تنظيف للبيئة، في خدمة لعمال النظافة، في زيارة للمستشفيات، زيارة للمعاقين، زيارة للأيتام، جميع دور الرعاية، زيارة المستشفيات، كل هذه تعتبر من الأعمال التطوعية. فكرة العمل التطوعي وشلون الأطفال بجميع المراحل من الابتدائي والمتوسط والثانوي والشغف وحب العطاء اللي كان داخلهم، متعتهم هم يقومون بأي عمل تطوعي سواء زيارات أعمال أنشطة داخل المدرسة أو خارج المدرسة، صراحة يعني إحنا شيء فخورين فيه. التقييم ما كان شيء سهل، كان شيء وايد صعب، لأن كلهم مبدعين والكل يستاهل أنه هو يفوز ويكون في المراكز الأولى. فريق تكاثف الشبابي تأسس في نهاية عام 2016، وسعى منذ ذلك الحين إلى نشر وتحسين مفهوم العمل التطوعي وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي لجميع المحتاجين. حبيت أقول إن اللي ما تطوع وما فكر فيها يتطوع، لأن التجربة كانت حلوة والمشاريع اللي قدمنا فيها كانت زيارة مدرسة سلوك توحدي في الحولي ونظفنا الشواطئ على مدى شارع خليج. عقب ما اشتركت بالفريق اكتشفت أن العمل التطوعي هو مو بس يكون ماديا، هو حتى يكون معنويا أساسا. أي شيء أن أنا أسوي بالدنيا بدون مقابل يعتبر عمل تطوعي. عندنا إحنا نتطوع للبيئة، عندنا نتطوع للبشر، عندنا نتطوع عشان كوارث طبيعية. فأنا من عقب ما اشتركت بالفريق هذا اكتشفت أن كل ما أعمل بدون مقابل كل ما حصلت أجر وينحسب لي عمل تطوعي. مشروع تكاثف المدرسي رسالة إنسانية مفادها إشراك طلبة وطالبات المدارس في العمل التطوعي والإنساني، اقتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، قائد العمل الإنساني. تكاتف المدرسي مبادرة تطوعية متميزة تغرس المبادئ الإنسانية في نفوس الطلبة والطالبات عبر إشراكهم في العمل التطوعي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع ينضم إلينا في الاستديو ناصر الوليد رئيس فريق تكاتف المدرسي. بداية أستاذ ناصر، يعني قبل أن نتكلم عن هذا المشروع، أنا لفت انتباهي في التقرير أن تم إشراك جميع الفئات العمرية أو جميع المراحل المدرسية في هذا المشروع، يعني ابتدائي والمرحلة المتوسطة كذلك الثانوية والتربية الخاصة والضيفين عليهم. احنا اشركنا في البداية، في بداية المشروع احنا كنا اخذنا اللي هم الطلاب الثانوي والمتوسط. هذا في البداية؟ في البداية. نعم. البداية كانت اول شيء مدرسة واحدة هي تطبيق المشروع تجريبي، يعني كانت مدرسة واحدة وهي مدرستي، يعني أطبقنا عليهم المشروع، وديناهم مستشفى البنك الوطني للأطفال المصابين بالسرطان، قدمنا لهم الورش. في المرة اللي بعدها قدمنا على وزارة الدولة لشؤون الشباب اللي الحين صارت الهيئة العامة للشباب، وأخذنا منهم الدعم وطبقنا المشروع على 13 مدرسة.
أضفنا اللي هو الابتدائي المتوسط والثانوي، وأضفنا عليهم الفئات الخاصة اللي هم طلاب اضطراب التوحد وطلاب الصم بنين وبنات. العام الحالي وصلنا إلى 60 مدرسة هم ابتدائي متوسط وثانوي، والحالات اللي بطيئة التعلم صعوبات التعلم والداون والتوحد، وبالإضافة إلى طلاب الصم الجميع قدم مشاريع تطوعية أنشطتهم التطوعية من 1 أكتوبر 2018 إلى نهاية مارس تجاوز 700 نشاط تقريبا. عدد الطلاب اللي انضموا إلى المشروع واللي طبقوا المشروع فعليا تجاوز 1200 طالب وطالبة. احنا قاعد نتكلم عن خلية إيجابية بدأت تنتشر بالكويت وتقدم أعمال تطوعية وتخدم المجتمع. نعم، إذن أستاذ ناصر يعني حدثنا أكثر عن هذا المشروع، كيف كانت فكرة انطلاقة؟ من أين أتت فكرة إنشاء نفس هذا الفريق التطوعي الجميل؟ في البداية هي أتت عن طريق الرفض أول شيء، يعني هو يعني كوني معلم ومعلم تربية بدنية، فالملاعب تكون بعد الفرص فيها القراطيس وقواطي العصير، فلما تقول حق طالب شيل، يعني لاحظت عندنا الطلاب البعض يشيل والبعض يشوفها إهانة، البعض يشوف نظرة عامل النظافة هذا هندي وهذا مصري، شوية هذه النظرة يعني تقلل. رحت درست اللاجئين ورجعت للكويت أشرح لطلابي أن في لاجئين وفي مدارس، لما أقول مدارس تهدم الطلاب يقولون يا حظهم أن افتكوا من المدرسة، فالمفهوم شوية لاحظت أن يعني إحنا محتاجين العمل التطوعي داخل المدارس قبل أن يكون داخل مستشفيات وداخل دور رعاية. طرحت الفكرة على أعضاء الفريق رحبوا فيها، طبقناها على مدرسة واحدة مثل ما قلت لك، بعدين صار في دعم دخلت معنا مؤسسات إلى أن وصلنا الحين تقريبا 70 مؤسسة مشاركة معنا. دعم قاعد نحصل الدعم الإعلامي منكم ومن قنوات أخرى، الدعم المادي قاعد نحصله من وزارة الشباب، مشاركة وزارة الشؤون وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة، ومؤخرا دخلت معنا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. فإحنا اللي حابينه أن نقلل النظرة الفوقية عند بعض طلابنا، نحسسهم في معاناة عامل النظافة لما يغادر من ديرته إلى الكويت، ومو مثل ما يسافرون طلابنا إلى أي دولة ممتعة مثلا للسياحة. قاعد نشرح لهم في ورش العمل، في البداية احنا نقدم لهم ورشة عمل نشرح فيها معاناة العمال ونشرح فيها شنو العمل التطوعي وليش العمل التطوعي مهم وشنو جمال العمل التطوعي، شنو يرفع من قدرك ما راح ينزل منك العمل التطوعي. فالحين طلابنا لو تلاحظ يعني احنا قاعد نلاحظ فيديوهاتهم، ويمكن بالتقرير كان موجود بعض الفيديوهات، طالب قاعد ينظف الصف وطالب قاعد يصبغ الصف وطالب قاعد يخدم عمال النظافة وطالب يبي يتطوع. فهي هذه المفهوم هذا اللي بنغيره بإذن الله بنوصل جميل معهم. جميل أستاذ ناصر أن يتم غرس هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا الطلبة، والجميل أكثر أن حضرتك مدرس تربية بدنية. وقمت بإنشاء هذه الفكرة، وقمت يعني يمكن دورك مدرس تربية بدنية مختلف عن هذه تمام. البادرة، ولكنها بالطبع بادرة جميلة. كيف يتم إشراك الطلبة في هذه الأعمال التطوعية؟ هل في شروط معينة؟ هو انتساب المدارس أول شيء إلى مشروع كاتف المدرسي اللي احنا نبدأ فيها، من الإعلان يبدأ من بداية شهر 9 بعد موافقة وزارة التربية. نشرات تكون ناشرتها وزارة التربية للمدارس عن طريق رابط احنا نحطه، المدارس تشارك معنا، نطلب من كل مدرسة من 15 إلى 20 طالب يشاركون معنا، نبدأ عاد نقدم لهم ورشة العمل ونعلمهم في العمل التطوعي. البعض نقدم لهم يعني اللي هو اللبس الموحد. بعد الورشة احنا ناخذهم إلى زيارات خارجية، إلى مجمعات دور الرعاية الاجتماعية، دار المسنين، إلى خدمة عمال النظافة، مختلف الأنشطة التطوعية. بعدين نخلي لهم المجال أنهم اللي يقومون في أنشطتهم التطوعية مع معلمينهم تحت إشراف معلمينهم. يعني أستاذ ناصر، ما هو يعني المبادئ والقيم التي تسعون إلى غرسها في نفوس الطلبة؟ احنا نسعى لتأسيس جيل محب للعطاء، مدرك لكل النعم اللي عنده. نسعى إلى خلق جيل يقود مسيرة العمل الإنساني. الكويت بلد الإنسانية، إذا كان الجيل حاليا في المراحل المتوسطة بعد 10 سنوات هو من راح يقود المشهد، وهو يشوف أن هذا هندي وهذا مصري، أو يشوف أن نظافة البيئة المدرسية أو النظافة خارج الكويت
إهانة، فهذا شيء يعني راح يأثر على المستوى اللي وصلت له الكويت اللي هو الحين اللي بلد الإنسانية. فأهم القيم هي التواضع، مساعدة الآخرين، حب المعاقين، دمج الفئات الخاصة مع المجتمع وغيرها كثيرة. نعم طبعا شيء جميل. رئيس فريق التكاتف المدرسي الأستاذ ناصر الوليد، أشكر تواجدك معي في الاستديو، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم أكثر. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.